بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار انشطه البرنامج ديال السنوي ديال جمعيه قدماء لاعبي كره السله، كتقوم بالفينه والاخرى بمقابلات وديه مع فرق من قدماء من جهات مختلفه. واليوم كان عندنا لقاء مع جمعيه اساسي التربيه البدنيه بمدينه طنجه، لقاء ودي اخوي، التقينا مع الاخوان ديال طنجة، وفي نفس الوقت لقاء ديال قدماء مدينه العرائش، اللي هذه فرصه في كيتلاقاو وكيحيوا الرحم بيناتهم. وهذه مناسبه باش نحيوا التاريخ ونذكروا المناسبات اللي دوزنا والمقابلات اللي حيناها بعضياتنا سابقا، وكنذكروا بعض الذكريات ونجذبوا الاطراف الحديث. والحمد لله كان جو اخوي بين جميع المشاركين في هذا اللقاء الودي.